خير. اتفضل يا خير. يلا بسم الله. افتح النور يلا. ولع. فين المستورد اللي عندك؟ كل اللي موجود عندي ده مستورد. كله مستورد؟ اه والله. ده محل فخم قوي يا خير. طب شوف كده عزوز عندك. اللي عجباني دي. حلو اللون ده حلو ها؟ قوي قوي قوي. اه طيب عليه حلو. ادي واحد. البيضه دي كمان خير. لا شوف دي كمان. ما شاء الله. لونها حلو قوي قوي قوي. طب شوف عندك كده حاجه. اه الجاكيت ده. حاضر حاضر. طب ايه رايك في الهديتين دول تبقى طقم انا وزين؟ لا 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 تنقم ايه؟ انا مش عايز العين تتزاور فيك انت وهو، لازم النظره تفرق بينكم. وبعدين اسم المعلم زين. معلم زين ده الغالي ابن الخال. انا مش عايز غير الرضا يا خال. انا خليكم تقسموا الرضا والماليه بينكم، بس المعلمه ما بتتقسمش، هو معلم واحد. المعلم زين وانا في كتفه وطوعه. يا رب يكون اللي انا شايفه في عينيك ده مش غل، عشان لو فتحت باب الغل مش هحل وهطلعك منها عريان. اللي شوفه خير. لم الحاجات دي وحاسب وتعالى ورايا. حصل وبيحصل. ما تطلعلي يا ابني الحاجه المستورده. يا باشا حاضر اهو، في حاجات تانية اهي، بص دول هيعجبوك قوي. اهو ماشي يا زكريا. كتر اللي في قلبي منك انت والمحروس. كله تمام يا خال. حلو. دخل حاجات العربية يا ابني. افتح هات الباب. ناقص حاجة تاني يا عزوز؟ ناقص ايه؟ ده انا جبت كل حاجة، اتنين وتلاتة اطم، حتى الشرابات، الفرش، البرفانات. امسك يالا. امسك يا بابا، اقفل الباب. اركب يا خال. استنى. ناقص حاجة تاني. ناقص ايه؟ بقول لك جبت كل حاجة. العربية. يلا. يلا. خير اتفضل. هتلاقي تليفونه فاصل شحن. وبعدين البت حبيبه مفلوقه من العياط، كسرت قلبي عليها. ومن امتى الحنيه جنيه؟ جن لما يركبك. هو انت يا ولد بتشتغل التهزيق؟ انت بتلم يا مراسي عشان اعمل اللي جاري بتاعتي انا. عزوز نازل وانا اللي طالع. وزين يلزمه ظهري يحميه. وابو مين اللي ما يتمنى له الاذيه؟ الديب الكبير بلاوه كتيره. وساعتها هكون عظمة واكمل شرع ربنا واتجوز الأربعة. اداني بسرعة ديب الكبير جاي. ايه يا ولا خايف ليه؟ هو انت مش مفهم المعلم اننا بنحب بعض وهتتقدم تتجوزني؟ انا مراتك يهطل. طب وساعتها هتقولي له بتعملي ايه هنا يا مراسي؟ يا مسبتي؟ ابقى فكرني يا فرجتي نكمل كلامنا في حكاية انك عاوز تكمل شرع ربنا ده.